يوما ما قد يكون في الدنيا أو في الآخرة ستسأل عن نفس كسرتها أو عن عين أبكيتها، ستسأل عن قلب جرحته أو أوجعته، يوما ما ستسأل عن روح كنت سببا في فقدانها لأمانها واطمئنانها، ستسأل عن وعود أخلفت بها وعن جحود قابلت به من أحسن لك، يوما ما ستسأل عن كبرياء أهنته وعن حب لأجل أهدافك الرخيصة جسرا استخدمته، يوما ما سيشكوك أحدهم إلى الله فيكون هو خصمك، يوم لا تنفعك فيه كل ما في جعبتك من ذكاء أو خبث أو أعذار. يقول المثل إن الطيور على أشكالها تقع، والمثل قد لا يكون صحيحا أبدا، فقد وقعنا في هذه الحياة على أشخاص لا يشبهون ولا نشبههم بالمرة، أشخاص لو نزلنا أعمق واد سحيق في العالم لما وصلنا لدنو أخلاقهم وعظيم كيدهم وخبيث أفعالهم. نعم نقع على أشكال لا تشبهنا، وللأسف أحيانا لا نتعلم من الصفعة الأولى فنستحق الثانية والثالثة، وحجتنا الأزلية نقاؤنا وطيبة قلوبنا. يا سأل الطيب ميزة، فلا تجعله نقطة ضعف أو نقيصة. على هذه الأرض لا يمكننا أن نعيش دون أن نخوض بعض المعارك مع الآخرين، حتى لو لم تكن بإرادتنا أو مفروضة علينا، ولأن كل معركة نخوضها تعبر عنا، تشكلنا، تصنع مفاهيمنا، تغير وعينا، وأحيانا تغير مواقفنا وشخصياتنا وقراراتنا وحتى أسلوب حياتنا. حتما هذه المعارك تستهلك الكثير من طاقتنا وجهدنا ووقتنا وأعصابنا، لهذا نصيحة: اختاروا معارككم بعناية، فليست كل المعارك واجبة الحدوث، والذكي ليس من ينتصر في المعركة بل من يتجنبها بالأساس. بالأساس أحياناً كثيرة لا يفهم البعض كلامنا ويفسره كما يحلو لهم أو حسب نواياهم، هنا نحن مسؤولون عن كلامنا وليس عن فهم البعض، ومهما شرحنا سيبقى هناك فجوة اسمها سوء الفهم أو سوء الظن، حينها يكون الصمت هو الحل، وحتى هذا الصمت هناك من يسيء تبريره أو فهمه. نعم بعض العلاقات والأشخاص متعبون، وكل طاقتك بالتبرير أو ادعاء البراءة يستنزفون، وكأنك طوال الوقت متهم أو تذر الرماد في العيون. يا إخوتي ويا من تسمعون، تمر علينا أيام حتى رد السلام يكون متعبا، فرفقا بنا، رفقا بأعصابنا، رفقا بوقتنا، رفقا بصحتنا، رجاء رافقونا بسلام أو اتركونا بسلام. عندما تصفح وتسامح من أساء لك فأنت لن تغير الماضي أبداً، بل ستغير المستقبل، فإصرارك على الانتقام يعني إصرارك على العيش في الماضي، يعني استهلاك كل الطاقة لديك لرد صفعة أو طعنة، يعني انشغال عقلك وأفكارك بشخص أساء لك، ويعني تجاهل كل من يحاول إسعادك أو تغيير واقعك. نعم البعض يرفضون أن تمر الإساءة بدون رد، ولكن تذكر لو أصر الجميع على رد الإساءة بمثلها فلن ينتهي مسلسل الإساءات إلى الأبد، وقد ينتقل من الوالد إلى الولد. اللي فات مات، تعلم منه ثم اقفل عليه في صندوق الذكريات أو النفايات، وابحث عن مستقبلك، وابحث في الحياة عن حياة. حياة الألماس غالي الثمن لأنه نادر وليس متوفرا بكثرة مثل الرمال أو الصخور أو الشجر، والضمير مثل الألماس نادر لأنه ليس متوفرا لدى كل البشر، فالضمير هو الذي يمنع الغش والسرقة، يمنع الاحتيال والعنف والقسوة، ويمنع التلاعب بالناس واستخدامهم مآرب لغايات. الضمير ينفع وهو حي، ولكنه خطر جدا إذا مات. مشكلة كلماتي أنها لن تنفع أبدا مع من ضميره غارق في سبات،
لهذا كان الله في عون من وقع في قبضة من ضميرهم بلا شفقة أو رحمة أو صحوة أو خوف مما هو آت. حكمة اليوم مبنية على كلمات آل الأديب أحمد خالد توفيق، بيقول: نحن لا نحتاج سوى للرأفة ببعضنا البعض، الرأفة في الحديث، الرأفة في الفعل، الرأفة في التمسك، والرأفة حتى في التخلي. يعني بكل اختصار، كون إنسان محترم في محبتك وفي خصامك، لا تفجر في المحبة ولا تفجر في الخصام. تذكر في يوم كنت زوج حبيب قريب لشخص، وتاني يوم صرت غريب. ليس من المروءة ولا من الرجولة ولا من الإنسانية أنك تنشر عرض من كان يوما عرضك وشرفك. كن محترم في النهايات كما كنت تظهر محترم في البدايات. قبل ما تحرق أعصابك بهالحياة، تذكر عدة أمور مهمة. تذكر أنه ما فيك تصلح الكون ولا عقول الناس. تذكر أنه مهما كنت طيب رح تلاقي اللي ينتقدك، ومهما كنت محترم رح تلاقي اللي يقلل من احترامه معك. تذكر أنك مش ملزم تدخل كل حوار ولا تحكي بكل موضوع، ولا مضطر أساساً تبرر تصرفاتك لأي حد. تذكر أنك مالك وصي على تفكير الناس، ولا الناس أوصياء على تفكيرك. تذكر أنك بشر، مثل ما بتصيب تخطئ، ومثل ما بتنجرح ممكن تجرح، ومثل ما ممكن تزدق ممكن تكذب، مثل ما إلك مصلحة غيرك إله مصالح. تذكر أنك أهم شيء مش معصوم عن الغلط، فلا تحاسب الآخرين وكأنك جاي من كوكب غير كوكب الأرض. بعد أن تحولت حياتنا وعلاقاتنا إلى السوشيال ميديا، يأتي السؤال الكبير: هل نحكم على الآخرين من خلال ما نراه بدون حتى أن نسألهم؟ هل ما ننشره على وسائل التواصل الاجتماعي يعكس حقيقة حياتنا وأوضاعنا ونفسياتنا وهمومنا وأمراضنا ومشاكلنا؟ من هو المتهم؟ نحن، من لا ينشر سوى مظاهر السعادة أو الفرح، أم الظروف والحياة التي تغيرت، أم البشر الذين يحكمون بناء على مظاهر قد تكون خادعة؟ ما ترونه على السوشيال ميديا يعني أننا نسبح مع تيار غريب، تيار غريب عنا جميعا، اسمه التواصل الاجتماعي، الذي أراه وللأسف أبعد ما يكون عن التواصل وعن الاجتماعي. اللهم إلا من رحم الرحيم. كلنا متهم وكلنا مظلومون وكلنا نتحمل وزر ما يحدث. أنا بخير ولكني لست بخير، فكلما سألني أحدهم كيفك أقول بخير والحمد لله، لأنني أعرف أن من يسأل لا ينتظر الإجابة ولا الشرح ولا وقت عنده، ربما لا رغبة في سماع الجواب. قد لا نكون بخير، وقد يكون أصعب من الألم هو شرحه، ولكننا لا يمكن أن نبوح إلا لمن يهتم، ومن يهتم سيعرف أننا لسنا بخير حتى لو قلنا عكس ذلك. بعض الصمت ألم، وبعض الألم صمت. كلمتي الأخيرة. يقول الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. يعني باختصار، إذا أنت نفسك لم تستطع أن تكتم سرك، فكيف تستغرب على الآخر؟ تذكروا أننا عندما نفضفض لعزيز ننسى أن لكل عزيز عزيز. وتذكروا أن هناك أمورا في هذه الحياة لا يشملها قانون الفضفضة لأي كان، مهما كان قريبا أو كتوما.